اهلا وسهلا مشاهدي انفاس بريس في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم عمر طنان، منسق مركز دعم الابتكار التكنولوجي بكليه العلوم بمسيك، وذلك لتسليط الضوء على رهانات البحث العلمي وانتاج براءات الاختراع بالجامعه المغربيه. اهلا وسهلا استاذ عمر، مرحبا بك. اهلا استاذ عبد الله، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك استاذ عمر مره اخرى. بداية أستاذ عمر، بغينا نعرفوا الدور ديال المركز دعم الابتكار التكنولوجي بكلية العلوم بالمسيك والوظائف ديالو. شكرا سي عبد الله، ولا سمحتي أنا غندي واحد، أولا بغيت نقدم واحد الشكر لجريدة أنفاس، على تعتبر من بين الجرائد اللي كتواكب الأحداث الجامعية والنشاط الجامعي. كنشكر سي عبد الله أريري على الاحترافية ديالو وعلى الدقة في الحصول على المعلومة. كنشكره بزاف، وكذلك الطاقم التقني اللي وراء الكاميرا. بالنسبة إذا سمحتي، أنا بغيت أولا نهضر على واحد الدور ديال الجامعة. معروف الجامعة أن عندها دور تقليدي ديال التكوين، التدريس، البحث العلمي. اليوم أصبح ملزم على الجامعة أن يكون عندها كذلك دور ديال خلق التكنولوجيا، خلق الإضافة التكنولوجية، وخلق الثروة، وتثمين البحث العلمي، ونقل البحث العلمي من المختبر لكي يبقى حبيس المختبر إلى المصنع. وهذا دور مهم يجب أن تحظى به الجامعة، ويجب أن نعطيه الاهتمام أكثر في المستقبل، لان بهذه الطريقه ممكن ان الجامعه تتطور. وهنا بغيت اذا سمحتي نوجه واحد النداء من هذا المنبر لجميع الصحفيين وجميع، لاننا نكسروا واحد الكليشي، واحد الصور النمطيه على الجامعه ولا الباحث الجامعي كونه يقطن في واحد البرج عاجي منغلق على نفسه داخل مختبره لا يتواصل مع الاخر. بل بالعكس اصبحنا الان ولات واحد المراكز ديال دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بما فيهم هذا الدعم اللي غنتكلموا عليه اليوم. هذا المركز اللي غنتكلموا عليه المتواجد بكليه العلوم بالمسيك الدار البيضاء، وباش ان ممكن اننا نقلوا هذاك الانتاج التكنولوجي داخل مختبرات الكليه الى المحيط السوسيو اقتصادي. وما خصناش نستهنوا بداك الشيء اللي كينتج، لان كاين حلول. العديد من الزملاء الاساتذه توصلوا الحلول اللي ما بغيتش نذكر باش من كاين اختراعات كثيره باش ما نديرش الاشاره للاستاذ ولا الاستاذ، ولكن كاين اختراعات اللي توصلت ان تحل مشاكل. بعض مثلا المكتب الشريف للفوسفات عنده مثلا شي استطاعوا الاساتذه انهم يوصلوا يحلوا بعض المشاكل التقنيه التكنولوجيه في المنتوج ديالو. اذا باش نقدروا نطوروا هذا، نعطيو للجامعه الدور ديال نقل التكنولوجيا، انا كنعتبر حجر الزاويه هو براءه الاختراع، لان براءه الاختراع عنده الدور اولا ديال حمايه ما ينتج داخل المختبرات الجامعيه. ثانيا عنده دور ديال التثمين ديال البحث العلمي، ان بحال كتعطي فالور لا ريشيرش ديالك انك تحميها. وثالثا هو الاداه الاسمى لنقل التكنولوجيا من المختبر الى، كما قلت سابقا، الى 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 الى, إلى, إلى, إلى المصنع. واذا سمحتي قبل ما نهضر على مراكز نعرف بعدا شنو هو براءه الاختراع، لان اللي هنا هما لي بروفي بالفرنسيه ولا باتنت اون انغلي. براءه الاختراع هي واحد الشهاده ديال واحد الملكيه فكريه اللي كيعطيها المكتب المغربي في المغرب بطبيعه الحال، المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه. جميع دول العالم فيها مكاتب، والمكتب المغربي هذا اللي عنده الدور انه كيمنح هاد براءه الاختراع، كما يمنح الشهادات ملكية الماركات المسجلة والرسوم أو أشكال هندسية أو لا باقي الأشكال الملكية الفكرية. إذن باش كيتمنح هذه البراءة الاختراع خاص ثلاث شروط تستوفي في براءة الاختراع. أولا الشرط الأول هي الجدية، كنعني بالجدية أنه يكون جديد
ماشي على الصعيد الوطني فحسب، بل على الصعيد العالمي. لان احنا ملي كنقدموا واحد براءه الاختراع، تنقدموا طلب براءه وضع براءه الاختراع لدى المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه، المهندسين ديالو هناك عندهم مهندسين مختصين مفتح، كيتسموا مهندسين مفتحين او انجينيور اكزاميناتور. غتسمح لي مره غادي نعطي مصطلحات لتقريب دوك لي انجينيور اكزاميناتور، كي هما كيفتحوا هذاك الطلب كيشوفوا واش كاين بحالو في العالم او لا، حتى كيتاكدوا بانه جديد عاد كيدوزوا للمرحله الثانيه. والمرحله والشرط الثاني ان خصو يكون عنده واحد النشاط الابتكاري كيتميز بواحد النشاط، باش يكون شي حاجه بديهيه. والشرط الثالث خصو يكون قابل للتطبيق الصناعي، وهذا مهم بزاف لانه من هنا كنحكموا عليه واش انه غادي تكون عنده واحد المستقبل عند المصنعين اننا نقدروا نستثمروا فيه ونقدروا نبيعوا للمستثمرين. هنا لو سمحتي باقي ما رجع باقي ما هضرتش على 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 المركز دعم الابتكار. وهنا كان مؤخرا صاحب الجلاله كان وجه واحد الرساله بمناسبه الدوره الاولى لليوم الوطني للصناعه، وغتكون هذا الوطني غيكون وصاحب الجلاله الله ينصرو انه اوصى على هذا النوع من نقل التكنولوجيا ومن الجامعه الى 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 الى, إلى, 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 إلى الدور اللي خص تقوم به الجامعه والجامعيين في تطوير البحث العلمي. اما بالنسبه لمركز دعم الابتكار فهو جاء نتيجه باش نرجع معك شويه للتاريخ، لانه يعني تاسس انا كنت حاضر اثناء التاسيس ديال تاسس كليه العلوم بالمسيك. اذا هو المركز 2011. المركز كان ثمره شراكه ما بين كليه العلوم بالمسيك والمكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه فعلا. نعم. اذا كما تفضلتي سي عبد الله انه هذا المركز تاسس نتيجه واحد الشراكه مع هاد وهنا هذا مهم بزاف، لان هنا كنا واحد الشبكه على الصعيد الوطني. وكلية العلوم عندها واحد الميزه خاصه انها العلوم بالمسيك كلية العلوم الكليه الوحيده، لان الباقي الاعضاء هم سواء اما مدارس المهندسين او جامعات او مراكز للبحث بحال المصير بحال الكلية العلوم عندها هذه الخاصيه. علاش كلية العلوم بالمسيك ذات هذه الخاصيه؟ الخاصيه اولا لعده اسباب. اولا كاين واحد لاحظوا بان واحد الوقت ماشي وداء باقي مستمره، ان عندنا واحد الوفره في انتاج براءات الاختراع. لان كان شحال معدل انتاج براءات الاختراع في بمسيك مثلا مقارنه مع الجامعات؟ هو المهم ما عنديش الارقام بالضبط، ولكن كان على مستوى الجامعه يعتبر هو الكليه العلوم هي الاولى في وضع براءات الاختراع. اذا لاحظنا بان كاين واحد الوفره في الانتاج ديال براءات الاختراع، فكرنا ان نديروا مركز في كليه العلوم. ومن ثم جات الفكره ودارت دار الفكره، وهذا كيربطنا مع واحد الشركه هاد كما قلت واحد الشبكه وطنيه فيها الجامعات فيها المدارس المهندسين فيها المراكز البحث. وفي نفس الوقت هاد الشبكه مرتبطه بواحد الشبكه دوليه اللي تابعه للمنظمه العالميه للملكية الفكرية، وهذه المنظمة هي تابعة حل الأمم المتحدة بحل منظمة الصحة إلى آخره. وعندنا واحد الامتياز أخر مع هذه الشراكة اللي عطاتوا لنا هذه الشراكة، أننا ممكن أن الطلبة ديالنا الباحثين طلبة كلية العلوم بالمسيك والأساتذة يتابعوا واحد التكوين عن بعد اللي كتوفروا هذه المنظمة العالمية. وهذه التكوينات هي ذات تكلفة، ولكن بحكم أننا عندنا العلاقة مع المنظمة من خلال المركز المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أننا الطلبة ديالنا كيقدروا يتابعوها وللأساتذة بشكل مجاني. إذا المركز عنده جوج أدوار محورية. المحور الأول هو أن عنده دور تكويني تدريبي، يعني كنظموا ورشات ندوات مؤتمرات التكوين عن بعد لتكوين طلبة في مجال براءة الاختراع وفي مجال البحث عن المعلومة التكنولوجية وفي عدة ميادين. والدور الثاني والمحوري هو عنده دور خدماتي
استشاري اننا كنواكبوا الطلبه باش مثلا يحملوا الابتكار ديالهم، نعم وكان ربما بعض الطلبه كنواكبوهم حتى في كتابه وصياغه الطلب لوضع طلب براءه الاختراع، لان صياغه براءه الاختراع ما كتختلف نوعا ما على صياغه او كتابه منشور علمي، لان الاساتذه ولا الطلبه معتادين على النشر داخل الجرائد الدوليه او كتابه الاطروحات، ولكن كتابه المشروع ديال الملف طلب براءه الاختراع كيطلب واحد تقنيه خاصه، واحد النوع من الترتيب اللي غادي نذكره بعجاله، انه خص يكون في واحد الملخص ويكون في واحد الوصف فني لأولى كما توليف بيبليوغرافي ديال براءه الاختراع المتواجده. وعاد اللي مهم بزاف هو المطالب، سكون ابل لي ريفونديكاسيون، هو انه شنو هذاك المخترع باغي يحمي، شنو هي القيمه المضافه التكنولوجيا اللي اضاف الاختراع باش بغى يحميها. هذيك هي اللي كتحدد بالضبط شنو داك الشيء اللي غادي يحمي بهذيك البراءه الاختراع، وخصو يكون دقيق في صياغه هذه المطالب. الا ما كانش دقيق ربما اما ان الطلب ديالو غادي يترفض او لا غادي يطيح في شي حوايج اللي كاينين ديجا وما يمكنش ينجح في هذه المهمه ديالو. الحاجه الثانيه اللي مهمه بزاف هو المعلومه التكنولوجيا، لانفورماسيون تكنولوجي، دايرين واحد مرتبطين واحد الشبكه دوليه باش كتنشروا هاد المعلومات التكنولوجيه واخر مستجدات في هذا المجال ان شاء الله. هذا هو الفكره اللي بغيت نطرق لها الان، هو ان هاد الخدمه الثانيه اللي مهمه قلت لك هو الوصول الى المعلومه التكنولوجيه. والمنظمه العالميه كتعطي واحد الاحصاء هو انها كتقول بان 80% ديال المعلومه التكنولوجيه تتواجد في براءه الاختراع، لا تتواجد في المنشورات العلميه ولا في الاطروحات الجامعيه. اذا واحد الطالب اللي عنده البحث ديالو مثلا في الطاقه الشمسيه المتجدده او لا في التكنولوجيا ديال التكنولوجيا الحديثه ديال صناعات السيارات ولا اي ميدان تكنولوجي، وما عندوش في العمل ديالو الاشتغال ديالو ما قراش ولا ما شافش براءة الاختراع، يعني يعتبروا انه بعيد، عنده 80% ديال المعلومه ما عندوش، انه جانب 80% ديال المعلومه. كما كنأكد على القضيه وكنأكد على دائما مع الطلبه ديالي انهم الى وغالبا وحنا عندنا هذه الميزه في كليه العلوم خاصه في اطروحات الماستر، اطروحات الماستر كلهم كتكون اطروحات صناعيه، يعني ان الطالب كيمشي يدير التدريب ديالو خلال 6 شهور الاخرى ديال سلك الماستر، كيديروا في ضروره في شركه او مصنع او هذا قطاع صناعي، قطاع صناعي، باش كيوصل لواحد الاطروحه في النهايه اللي كتكون صناعيه 100%. وهذا انا كنعتبره من الوسائل لنقل التكنولوجيا من 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 ان الطالب غادي يمشي بديك الخبره ديالو اللي تكون فيها في الجامعه كيحاول يطبقها في الميدان العملي. اذا الوصول الى المعلومه التكنولوجيه مهم بزاف وكنركزوا عليه، وعندنا بزاف بطبيعه الحال لي باز دو دوني او قاعده البيانات اللي كتوفر، لان ملي كنبحثوا على واحد المعلومه في براءه الاختراع ما كنقلبوش عليها في جوجل ولا في هذا، كاينين هاد لي زيسباس اللي بيانات قواعد البيانات اللي كانت مختصه. كاينين جوج مهمين بزاف وهما علاش كنستعملوهم، لانهم اولا مجانيين، لان كاين وفيهم تقريبا جل براءات الاختراع التي تتداول في العالم، هناك الملايين من براءات الاختراع. هاد لي دو اسباس هما كاين واحد اسباس نت تابع للمكتب الاوروبي للملكيه الفكريه اسباس نت، و باتنت سكوب اللي تابع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. اسمح لي بغيت نعطي هذه المعلومه لان مهمه بالنسبه للطلبه باش يقدروا يوصلوا للمعلومه اللي غادي تفيدهم في تطوير البحث ديالهم، وما يبقاش كيخدم شي حوايج اللي بعاد على الواقع
والابعاد على اخر المستجدات في التكنولوجيا، لان هذا البحث من المعلومه التكنولوجيه كيعطيه المعلومه الاخيره بحال كيكون على مود، ما غاديش يعاود ينتج من جديد مثلا اون با باغي انفونتي لاغو كما تيقولوا بالفرنسيه، ماشي يدير شي حاجه اللي دار ديجا ولا توصلوا لها باحثين ولا علماء في المجال الاخر. نعم. وبالنسبه في نظرك استاذ عمر، كيف يمكن تعزيز انتاج براءه الاختراع والابحاث بالجامعه المغربيه والعراقيل اللي كنت كتعترضها على مستوى التمويل، على مستوى الشراكه مع القطاع الخاص مثلا، وخاصه ان ميزانيه تمويل البحث العلمي بالمغرب ما زالت ضعيفه مقارنه مع دول اخرى. هذا مشكل كبير، ان البحث الناس في الدول المتقدمه كيخصوا واحد الميزانيه مهمه للبحث العلمي والبحث التكنولوجي بالخصوص اللي عنده صفه تطبيقيه، لانه اللي كيحل المشاكل بالنسبه للمصنعين. وحنا بطبيعه الحال ما الميزانيه ضئيله جدا، وبين المشاكل الاخرى ان ضعف العلاقه بين الجامعه. كاين هناك محاولات، وكان كتبقى محاولات فرديه. انا كنعرف السي عبد الله، كنعرف واحد الانسان عنده واحد الشركه، كنمشي كنحاول نحل معاه المشاكل، ولكن ما كاينش واحد المجهود. كاين مجهود ولكن ما نقولوش ما نكونوش عدميين، ولكن كاين غير كافي باش نديروا واحد الجسر. نعم. قلت لي قبيله في الكواليس. نعم. انا الجسر يكون بين الجامعه والصناعه، باش نكون هذاك المرور من المختبر المصنع يكون بطريقه سلسه وسهله جدا. وطبعا خص يكون تشجيع كذلك على مسائل القوانين، المنظم مثلا للنظام الاساسي للاستاذ. نعم. حتى الترقيه ديالو تكون مرتبطه بمدى انتاج ماشي غير المنشورات العلميه ولا الاطروحات، بل كذلك براءه الاختراع. نعم. يكون كذلك دعم من الجامعه، وهذا الشيء طرحناه في الاجتماع اخيرا مع النائب رئيس جامعه الحسن الثاني، وقلنا كيخص كما كيتعطى الدعم مادي للطالب اللي يقدر يوصل لواحد المنشور علمي، كذلك تعطى واحد الدعم مادي للطالب اللي دار واحد براءه الاختراع اللي مهمه. ونحاولوا نديروا ما يسمى هذه، حنا تيقول لك الا حصلتي دير كيف ما داروا الناس اللي متطورين بزاف في الدول الاوروبيه ولا دول اليمن. كاين واحد كيسموهم مراكز خاصه بنقل، هذيك الدور ديالها هي كتكون حل وسيط بين الجامعه وبين القطاع الصناعي والتجاري. نعم. نعم. شكرا جزيلا استاذ عمر على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديدا.